السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذتنا الأفاضل، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ كله كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل الجزء الثاني من محاضرتنا النهاردة، بروجكت سكوب مانجمنت. وقفنا مع بعض في الجزء الأول على التعريف بتاع برودكت سكوب، بروجكت سكوب، إمتى أقول إن البروجكت سكوب خلص، إمتى أقول إن البرودكت سكوب خلص، إيه الفرق في البروجكت لايف سايكل بالنسبة للبريدكتيف بروجكتس أو الأجايل بروجكتس. وقلنا سريعا الفرق ما بين الاجايل والووتر فول. وزي ما انا قلت لكم على الواتساب، في محاضره كامله هتتشرح في الاجايل بروجكت مانجمنت في نهايه الكورس ان شاء الله تعالى. اللي مستعجل نبص على المحاضرات بتاعت الدفعات السابقه هتلاقيها متسجله، واللي مش مستعجل هيتشرح الكلام ده بالتفصيل في وقته. فما تقلقوش، احنا عاملين خطه كامله للكورس بنشرح كل حاجه في وقتها، فما تستعجلوش عن الكورس. طيب البدايه ان الاجايل بروجكت مانجمنت بيبقى ان كلير سكوب من البدايه، يعني زي ما قلت لكم انا عايز اعمل موبايل ابلكيشن بس انا مش عارف تفاصيل قوي، او عايز اعمل ويب سايت بس مش عارف اعمل تفاصيل قوي، عايز اعمل ديسكتوب ابلكيشن بس مش عارف تفاصيل قوي. فالاجايل نفسه كان نابع من شركات السوفت وير، عشان كده انا بحاول اديكم امثله في السوفت وير ديفلوبمنت، عشان هو كانت بدايته اصلا السوفت وير، وبعد كده ابتدى يعني يتشعب يدخل مجالات اخرى، ولكن بدايته مع شركات السوفت وير. طيب قبل ما ندخل، مين كان عنده سؤال؟ كان طارق، كان عندك سؤال؟ يا دكتور بعد اذنك، بس برضه معلش في نفس النقطة، في الاجايل دلوقتي مع كل ايتريشن السكوب بتاعها بيبقى معمول معاها، يعني انا لو بنافس في الايتريشن دي والسكوب اتغير بحتاج تشينج ريكويست، صح؟ لكن المرحلة اللي بعدها بنحدد السكوب بتاعها في وقتها، لكن كل حاجه ما بدخلهاش غير لما احدد السكوب بتاعها، صح كده؟ ممتاز ممتاز. انا عليت الصوت مبدئيا، كان في حد من الزملاء باشمهندس اسماعيل بيقول الصوت ضعيف، فانا عليت الصوت بس عشان الزملاء يبقوا سامعين. فالصوت كده واضح الاول؟ الصوت واضح ولا حد عنده مشكله في الصوت عشان الناس تبقى متابعه معانا؟ لا تمام كده يا دكتور. طيب ممتاز باشمهندس اسماعيل، تمام كده، هايل هايل. طيب هرد على حضرتك. اولا احنا اتفقنا احنا السكوب ما بيبقاش واضح من البدايه. طب ايه رايك نقسم المشروع لمجموعه من الريليزز، وكل ريليز هنكسره لمجموعه من الايتريشنز ونتفق ريليز باي ريليز، فهيظهر عندنا حاجه اسمها البرودكت باك لوج، ودي حتى انا هشرحها لكم في السلايد اللي بعده. هيظهر عندك حاجه اسمها البرودكت باك لوجز، هنبتدي نحط فيها الفيتشرز اللي انا عايز اوصل لها في المشروع بتاعنا. البرودكت باك لوج نفسه بيبقى دايناميك مش ستاتيك، يعني طول ما احنا شغالين بنزود فيتشر عليه، وطول ما احنا شغالين بنسحب فيتشر عشان ننفذها. يعني عشان بس تبقى انتم متخيلين شكل الموضوع بيبقى عامل ازاي. يعني تخيل بس انا عندي هنا على سبيل المثال، عندي هنا برودكت باك لوج بالشكل ده، كانه هو ده البرودكت باك لوج. يعني انا بس بديكم نبذه سريعه، بس الكلام ده هتشرح في الاخر بالتفصيل. يعني فانا بيبقى عندي برودكت باك لوج بحط فيه الفيتشرز اللي انا عايز انفذها، وليكن عندي 5 فيتشرز، 10 فيتشرز، 100 فيتشرز، وهكذا. والبرودكت باك لوج نفسه بيبقى دايناميك، يعني انا كل ما انا ماشي بزود عليه او بنقص منه. يعني مثلا العميل في النص كده اختار فيتشرز معينه، فاروح واخد الفيتشر الحلوه دي اضيفها على الباك لوج. طب مثلا اثناء ما انا بنفذ اخد فيتشر من الباك لوج وانفذها والعميل يستلمها، اروح واخد فيتشر ثانيه انفذها والعميل يستلمها. طب بعد كده العميل ضربت في دماغه فيتشر معينه عايز يحطها، بروح انا حاططها وضايفها عندي على الباك لوج، وهكذا. فهو ده النظام اللي بيتم عندنا في مشاريع الاجايل. فهي بدايه المشروع بتبقى السكوب مش واضح عشان الفيتشرز اللي انت عايز تحطها في البرودكت او البرودكت سكوب زي ما احنا عرفنا مش واضح في بدايه المشروعات الاجايل. فالبرودكت سكوب نفسه بيبتدي يظهر معايا اثناء التنفيذ، فده اللي بيخليني دايما اشتغل بنظام الايتريشنز واشتغل بنظام الانكريمنتال. طيب ده باشمهندس طارق كده، تمام. عمر المنشاوي، اتفضل باشمهندس عمر، عندك سؤال؟ معلش يا دكتور، اسف برضو انا كده اتلخبطت تاني. ليه؟ يعني طارق اتفضل. يعني كل ايتريشن بيبقى السكوب بتاعها محدد، لكن السكوب بتاع البرودكت نفسه ده دايناميك. Yes. كل اتريشن قبل ما ابداها بيبقى سكوب، السكوب Yes. بتاعها هي ما هي برضو نفس كده؟ القصه. لو انا بتكلم على كل اتريشن، يعني احنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل برضو، مش عايز اضيع فيه وقت النهارده. اعتبر اتريشن مثلا لمده شهر على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال الاتريشن نفسها لمده شهر. الاتريشن نفسها بتطلع من حاجه اسمها ريليز، يعني بيبقى في عندي حاجه اكبر من الاتريشن كده اسمها ريليز،
والريليز ده نفسه متقسم لمجموعه من الايتريشن، ايتريشن 1 وايتريشن 2 وايتريشن 3 وهكذا. فانا عندي الايتريشن نفسها في بدايه الريليز بيبقى عندي حاجه اسمها ايتريشن 0، ابتدي بحط بلان للريليز، يعني الريليز نفسه بحط له خطه، وباجي بعد كده الايتريشن نفسها في بدايتها بعمل ايتريشن بلان للايتريشن نفسها. يبقى انا بعمل ريليز بلان للريليز في اول الريليز، وبعمل ايتريشن بلان في اول الايتريشن، وبفضل بقى طول ايتريشن بنفذ الكلام ده. فعاده لو احنا بنتكلم بلغه البروجكت مانجمنت، فعلى سبيل المثال انت عندك تعديله معينه في الايتريشن الثالثه، لو انا لسه ما وصلتلهاش دلوقتي مفيش مشكله، بس قبل ما نوصل لها هنبتدي نعرف ايه التفاصيل بتاعتها ونحطها معانا اثناء التنفيذ. معايا؟ يعني ايه الكونسبت شويه في الاجايل بروجكت مانجمنت غير الكونسبت اللي مبنيه عليها الووتر فول، يعني بيبقى فيها بعض المفاهيم متغيره شويه. عشان كده زي ما قلت لكم هعمل لكم محاضره كامله في الاجايل بروجكت مانجمنت في نهايه الكورس، ما تقلقوش هنشرح الكلام ده بالتفصيل. بس اللي انا عايزكم تعرفوه دلوقتي بس الخطوط العريضه، ان الاجايل بروجكت مانجمنت السكوب بتاعه مش واضح من البدايه، الدليفرابلز مش واضحه من البدايه، وبالتالي ان التكاليف مش واضحه، وبالتالي ان الجدول الزمني مش واضح، ان البروكيورمنتس بتاعته مش واضحه، ان الجوده مش واضحه. ليه؟ عشان اصلا انكلير سكوب. فده ما عندك انكلير سكوب طبيعي ان انت مش هتعرف تعمل استيميت للكوست، ولا هتعرف تعمل استيميت للديوريشن، ولا هتعرف تعمل استيميت للريسورسز. معايا؟ فبالتالي بنكسر المشروع لمجموعه من الريليزز وابتدي اشتغل ريليز باي ريليز. اللي انا هشتغل على الريليز الاولى خلصتها ادخل على الريليز الثانيه، خلصتها ادخل على الريليز الثالثه. عشان كده انا رسمها لكم هنا في صوره ايتريشن. تخيل انا عندي مثلا ادي ايتريشن وادي ايتريشن وادي ايتريشن على سبيل المثال. فانت في بدايه الايتريشن بتحط بلان للايتريشن وتشتغل، وبتطلع مخرج تسلمه العميل قبل ما تدخل الايتريشن الثانيه، بتحط بلان وتشتغل وبتطلع مخرج في اخر الايتريشن تسلمه العميل وهكذا. يبقى كان كل ايتريشن من دول في بدايتها بيبقى عندك فيه بلان، وفي نهايتها بيطلع لك حاجه بتسلمها العميل. في بدايتها بيبقى عندك بلان للايتريشن، وفي نهايتها بيطلع لك جزء من البرودكت يسلمه العميل وهكذا. فتلاقي العميل في الاخر، انا عندي زي ما اتفقنا عندي باك لوج بتاع اللي هي البرودكت باك لوج. فالبرودكت باك لوج هو عباره عن مجموعه من الفيتشرز. فتلاقي انت داخل الايتريشن معاك 3 4 فيتشرز بتنفذهم، خلصتهم سلمتهم للعميل. داخل الايتريشن الثانيه معاك 3 4 فيتشرز بتنفذهم، خلصتهم في نهايه الايتريشن بتسلمهم للعميل وهكذا. فعشان كده بيبقى عندك فيه برودكت باك لوج، وده دايناميك. دايناميك يعني بيتغير وانت شغال اثناء المشروع، بتزود عليه فيتشرز او بتغير ديزاين او تصميم فيتشر، او في فيتشرز خلصت واتسلمت والعميل اكسبتد وبضى اللي هو استلمها وخلص على كده وهكذا، لغايه لما البرودكت باك لوج يخلص يبقى كده المشروع خلص. واضحه؟ تمام كده طارق، متابع ولا لا؟ تمام كده. يعني الباك لوج هو السكوب الكبير خالص، وكل مرحله اعتبر الباك لوج هو البرودكت سكوب في المرحله دي بالظبط، كان هو ده البرودكت سكوب. باشمهندس طارق ده البرودكت سكوب اللي احنا اتكلمنا عنه في ال... خلاص اوكي تمام كده يا دكتور. ممتاز ممتاز. احنا قلنا في الاول ان في حاجه اسمها برودكت سكوب، كان البرودكت سكوب هو ده الباك لوج بتاعتك. ممتاز. باشمهندس عمر منشاوي، اتفضل يا باشمهندس عمر. ايوه دكتور معلش انا ما فهمتش البروجكت سكوب كومبليشن. طيب انا دلوقتي زي ما كنا بنقول بمنتهى البساطه، انا عايز اقول هو امتى المشروع خلص؟ لو الاعمال اللي احنا اتفقنا عليها خلصت. طب الاعمال اللي احنا اتفقنا عليها مكتوبه فين؟ مكتوبه بالتفصيل في البروجكت مانجمنت بلان. تاني يبقى تاني يبقى امتى اقول المشروع خلص؟ يعني على سبيل المثال حضرتك مثلا في صنايعي معين بيعمل لك بعض التجهيزات في الشقه وبعض التشطيبات في الشقه، امتى هتقول ان الشغل بتاعه خلص وتحاسبه؟ على سبيل المثال انا اتفقت معاه على 10 حاجات، ال 10 حاجات خلصوا؟ والله لو خلصوا هياخد حسابه ويمشي، لو ما خلصوش هنتناقش بقى مع بعض امال ليه ما خلصوش؟ فهو دي نفس القصه، انا بنقول امتى البروجكت سكوب كومبليشن، امتى المشروع يبقى خلص؟ لا بمنتهى البساطه السكوب اللي اتفقنا عليه اتنفذ. طب السكوب نفسه مكتوب فين؟ السكوب نفسه هنعرف كمان شويه هو داخل البروجكت مانجمنت بلان. معايا؟ يبقى المشروع السكوب سكوب الخاص او السكوب ستيتمنت الخاصه بالمشروع هي مكتوبه جوه حاجه اسمها السكوب بيز لاين، والسكوب بيز لاين جوه البروجكت مانجمنت بلان. هناخد الكلام ده بالتفصيل. وبالتالي امتى اقول ان المشروع خلص؟ الحاجات اللي اتفقنا عليها اتسلمت او خلصت بمنتهى البساطه. معايا كده يا باشمهندس عمر؟
تمام يا دكتور. يعني هو كده يعني البرودكت ليه علاقه بالبروجكت، عشان البروجكت لو اتعمل سكوب كومبليشن زي ما موجود، البرودكت هيبقى كومبليتد برضو. لا والعكس. مش دايما يعني خلي بال حضرتك ان البرودكت ده ليه مواصفات. يعني زي مثلا هقول لك موضوع العربيه، نتخيل مثلا انا عندي على سبيل المثال عندي شركه تويوتا عندها كذا نوع من العربيات، تويوتا كامري وتويوتا كرولا وتويوتا مثلا كرسيدا او غيرها. يعني نتخيل ان الورك نفسه ما بيبقى متشابه في الثلاثه، ولكن الماتيريالز مختلفه، ولكن التصميمات مختلفه، ولكن الـ يعني السعر مختلف، الرفاهيه مختلفه. بس ممكن مثلا يعني طريقه تركيب الشاسيه واحده في الثلاثه، طريقه تركيب الموتور واحده في الثلاثه، ولكن الموتور نفسه اللي بيتركب في الكامري غير الموتور اللي بيتركب في الكورولا غير الموتور اللي بيتركب في كرسيدا. وبالتالي ان مواصفات البرودكت سكوب للعربيه الكامري غير مواصفات البرودكت سكوب للعربيه كرسيدا، ولكن ميبي الاعمال واحده، يعني ميبي الخطوات اللي بننفذها واحده، ولكن البرودكت سكوب ده غير البرودكت سكوب ده. فمش دايما ما دام البروجكت سكوب اتحقق يبقى البرودكت سكوب اتحقق. ودي برضو نقطه قويه لازم كلنا نبقى يعني فاهمينها. انت خلي بالك ان البرودكت سكوب بيعتمد على الخامات، بيعتمد على الالوان، بيعتمد على التصميمات، بيعتمد على حاجات كتيره، الماتيريالز مثلا. فعلى سبيل المثال انا عايز واحد يدهن شقتي احمر، حضرتك عايز حد يدهن شقته ازرق، خطوات الدهانات خطوات النقاشه واحده، ولكن المخرج عندي غير المخرج عندك. انا عندي الاوضه لونها احمر وحضرتك عندك الاوضه لونها ازرق، ولكن الخطوات واحده. وبالتالي لو انا ببص على البروجكت سكوب كومبليشن هو فعلا الراجل خد 3 سكنات معجون، الراجل مش عارف عمل ايه، دهانات، عمل الخطوات تمام، ولكن المخرج النهائي مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه، البرودكت سكوب اتغير. انا كده فهمت يا دكتور. ففي فرق ما بين البروجكت سكوب والبرودكت سكوب. البروجكت سكوب بيبص على الخطوات، على السكوب الورك الاعمال. البرودكت سكوب بيبص على المخرج اللي هو البرودكت نفسه. طيب شغال. باشمهندس مجدي اتفضل. اتفضل باشمهندس مجدي. سامعني كده؟ اتفضل سامع حضرتك. في سؤالين بس بسرعه جدا. في المشاريع الووتر فول، هل بيكون السكوب هو البي كيو؟ ده اول سؤال. ومشاريع الاجايل هل مقصود بيها اللي هي عقود ديزاين اند بيلد؟ مفيش سكوب واضح، فبضطر ان انا اعمل ديزاين بيزد على كذا ميتنج مع الكلاينت، وبعد ما اطلع الديزاين بعمل جنريت البي كيو واضح السكوب. طيب كويس قوي، كويس قوي قوي. طيب لو انا بتكلم على البي او كيو، طبعا كل صناعه ليها المسميات بتاعتها، وبالتالي اللي انا لو انا عايز اوحد على كل الصناعات، لا الاجابه مش دايما البيل اوف كوانتيتيز هي السكوب اوف ورك. خلي بالك ان احنا بنتكلم على السكوب اوف ورك ممكن مثلا سيرفيسز، وبالتالي ممكن ما يبقاش عندك بيل اوف كوانتيتيز اصلا. يعني ايه؟ لو انا مثلا زي ما ادينا الاكزامبل، انا عايز اعمل مثلا سوفت وير، فانا ممكن يكون مش بشتري اصلا بيل اوف كوانتيتيز. على عكس لو انا عايز ابني عماره، فابني عماره يبقى انا هيبقى عندي مقايسه واختار الخامات واشتري الخامات وكل الكلام ده. ولكن في على سبيل المثال يعني لو انا بتكلم على السيرفيسز، يعني زي مثلا الخدمه التعليميه، وانا بدي لحضراتكم كورس، فاحنا قلنا ممكن اعتبر الكورس بتاع بروجكت واديره من باكمله على انه بروجكت مانجمنت. بس الكورس بتاعنا ما فيهوش بيل اوف كوانتيتيز. لو احنا فكرنا بلغه يعني انا ما عنديش بيل اوف كوانتيتيز، ولكن انا عندي ايه؟ انا عندي مثلا ستودنتس بيحضروا معايا، انا عندي مثلا مواعيد للمحاضرات، انا عندي عدد ساعات معين، عندي محتوى معين بقدمه، عشان دي سيرفيس على سبيل المثال يعني. طيب تمام مجدي، ممتاز. طيب السؤال الثاني، في مشاريع اللي هي الاجايل، هل مثلا في مصطلح عندي مثلا في موضوع السيفل، هل بيعني بيها هي ديزاين اند بيلد؟ يعني سكوب غير واضح تماما برضه. بالظبط. انا برضه هرجع تاني اقول لحضرتك، يعني هنبعد عن المسميات عشان المسمى ممكن يختلف، سوفت وير ديفلوبمنت هاوس او كشركات كونستراكشن او شركات يعني سيفل انجينيرنج على سبيل المثال. طيب بصفه عامه السكوب ما بيبقاش واضح، وبيحصل كاستمر انفولفمنت، بيحصل معاك تواصل دائم مع العميل، وبتحاول تفهم دماغه عشان تسلم له منتج قريب من دماغه بالبلدي كده. وبالتالي فنفس القصه لو انا بتكلم مثلا عايز اصمم فيلا، وانا ما عنديش معلومات كافيه عن العميل، هعمل معاه اكتر من اجتماع واكتر من جلسه عمل لغايه لما افهم دماغه، وعلى اساس كده ابتدي اطلع بيه بروتوتايب مثلا في صوره ماكيت، اعرضه عليه، لو عنده شويه تعديلات تمام خلاص ابتدي انفذ اكوردنج للنموذج الاولي او البروتوتايب، او مثلا رسومات
مثلا الاوتوكاد اللي انا عملتها او التصميمات اللي انا عاملها. فهو ده بمنتهى البساطه يعني. تمام يا دكتور، تمام وصلت كده. هاي باشمهندس ابراهيم اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل ابراهيم. لو سمحت يا دكتور كنت عايز بس افهم مثال ما بين البرودكت سكوب والبروجكت سكوب، لان انا متخيل حاجه كده بس انا عايز اتاكد منها. ما احنا لسه قايلين، مش قلنا مثلا عربيه على سبيل المثال، قلنا الخطوات تجميع العربيه هو ده البروجكت سكوب. ولكن يعني مثلا لو هشطب شقه، تشطيب الشقه ككل هو البروجكت سكوب، وكل مرحله من تشطيب الشقه هي البرودكت سكوب، يعني الدهانات برودكت. لا، لو خدنا تشطيب الشقه كمثال باشمهندس ابراهيم، لا تشطيب الشقه كمثال، انا مثلا على سبيل المثال عندي اعمال محاره، عندي اعمال مثلا ارضيات، عندي مثلا تركيب سيراميك، دي كلها وورك، دي كلها بروجكت سكوب. طب المخرج النهائي اللي انا عندي مثلا الارضيه رخام بالمواصفات التاليه، الحيطه مثلا الحيطه مثلا ورق حائط بالمواصفات التاليه، السقف مثلا صائد بالمواصفات التاليه. فالبرودكت سكوب بتكلم على مواصفات المخرج النهائي او مواصفات الحاجه اللي انا بقدمها. الاعمال نفسها الوركس او الاعمال نفسها هي دي البروجكت سكوب. يس واضح؟ تمام خلاص، تمام يا دكتور واضح كده، شكرا. ممتاز. طيب في عندي زميلنا رابع بس اسمه مش واضح. ايوه محمد كمال. طب محمد استاذنك نغير اسمك يا محمد عشان اعرف. والله بس للاسف لان انا داخل من لابتوب الشركه فالاسم ده اجباري. بس هتلاقي في اوبشن في زوم اللي انت ممكن تغير اسمك. اتفضل يا باشمهندس محمد. بس يا دكتور علشان تبقى الامور بس واضحه بالنسبه لي، مثلا انا شغال في مشاريع كنترول سيستم. ممتاز. بيبقى في عندنا جزء اللي هو السيكونس اوف اوبريشن. ممتاز. هل السيكونس اوف اوبريشن دوت تحت البروجكت سكوب مانجمنت؟ لان انا برضو بدون سكوب هقدر اسلم السيكونس نفسه هناخده في السكادول، واحنا بنعمل برنامج زمني للاعمال هناخد ترتيب الخطوات، ترتيب الخطوات. يعني لو خدنا مثلا مثال، لو انا خدنا مثلا تشطيب الشقه زي المثال اللي انا كنت بدردش فيه مع باشمهندس ابراهيم، نتخيل انا عايز اعمل السقف وعايز اعمل ارضيه، طب اعمل انهي قبل انهي؟ الترتيب. فممكن مثلا اعمل السقف الاول وبعد كده الارضيه، او ممكن اعمل الارضيه الاول وبعد كده السقف، ولكن لو عملت الارضيه الاول وبعد كده السقف كنت بتعمله ممكن يبوظ الارضيه، وبالتالي ان الترتيب بتاع العمليات نفسه الاوقع اللي انا اعمل اسقف الاول وبعد كده اعمل ارضيات على سبيل المثال يعني. طيب السيكونس نفسه بس السيكونس نفسه في السكادول. نتكلم على السكادول. لا مش سيكونس، مش سيكونس السكادول، انا اقصد مثلا على سبيل المثال مثلا بعمل كنترول على بامب معينه مثلا. البامب ديت مثلا ممكن ابتدي ان هي تشتغل على 20% ثم 40 ثم 80 على حسب، على سبيل المثال على حسب البريشر مثلا الموجود في السيستم. دي بتبقى مكتوبه في السيكونس اوف اوبريشن، انا ممكن ابتدي ب 50 ممكن ابتدي ب 30. خلاص دي نحطها في طبعا الموضوع بيبقى معقد شويه لو سبيستيشن كامله مثلا. ما هي لو تكنيكال سبيكس بتتحط في السكوب، خلي بالك السكوب هيتبعه كمان شويه الجزء الخاص بالجوده. يعني فاحنا هنتكلم على الجوده في وقتها، ولكن لو احنا بنتكلم على ترتيب التنفيذ بتاع الاعمال او كحاجه زي ما احنا فهمت من حضرتك اللي هي حاجه ليها علاقه بالجوده او ليها علاقه بالمواصفات، خلاص تتحط في السكوب وتحط في نفس الوقت في الجزء بتاع الكواليتي بلان، كواليتي مانجمنت بلان. طيب اخر سؤال هاخده من دكتوره دينا ونوقف وبعد كده نكمل يعني الشرح وبعد كده نكمل اسئله في نهايه المحاضره لو في وقت. فضاي دكتوره دينا. انا بس عشان كنت اتاكد ان انا فاهمه صح، مش انا ممكن يبقى البروجكت سكوب كومبليشن ينتهي لانتهاء الميزانيه مثلا فالمشروع ينتهي بالفشل وما يبقاش فيه برودكت اصلا؟ ممكن طبعا. احنا قلنا تمام يعني علشان كده هم مختلفين كلمه بروجكت سكوب كومبليشن عن البرودكت. تمام انا بتاكد ان مش مقصود بيها ان لازم ينجح البروجكت يعني. لا سواء نجح او فشل، واحنا بنتكلم امتى المشروع خلص وامتى اقول ان السكوب خلص او السكوب خلص. فعشان كده كنا بنفرق ما بين كلمه برودكت وبروجكت. فده كان نفس السؤال اللي انا جاوبته مثلا على باشمهندس ابراهيم او باشمهندس طارق في البدايه، دي حاجه ودي حاجه. دايما البرودكت بتكلم على الفاينل، الحاجه اللي بستلمها في الاخر سواء ده كان او سيرفيس او ريزلت. البروجكت بتكلم على الخطوات او الوركس او الاعمال اللي انا بعملها عشان اطلع بالبرودكت في النهايه. تمام شكرا. ممتاز ممتاز ممتاز. هايلين هايلين هايلين. طيب نرجع بقى لاخر جزئيه عشان ندخل في الجد. الكي كونسبتس اوف بروجكت سكوب مانجمنت، ايه بعض المفاهيم اللي لازم تاخد بالك منها؟ التيلورنج كونسيدريشن، احنا قلنا مع بعض كلمه تيلورنج معناها تفصيل او كاستمايزيشن، يعني كانك بتفصل حاجه او بتعدل حاجه زي الترزي بالظبط او اللي بيصمم يعني ملابس، فده بسميه تيلور يعني او بيعمل حاجه تيلورنج يعني.
فالتصميم بمنتهى البساطه اللي انا احيانا بيبقى عندي زي ما اتفقنا فيه ستاندرز تولز وتكنيكس، ولكن انا ممكن يعني اغير في التصميمات واغير في الخطوات اكوردنج لحاجات كتيره من ضمنها طبيعه عمل البروجكت. فعشان كده قلنا لو البروجكت شغال في الاجايل انفايرمنت غير لو بروجكت شغال في ووترفول انفايرمنت. دي احد الحاجات برضو على حسب البروجكت بتاعك اللي انت شغال فيه، شغال مثلا في الحكومه ولا قطاع الاعمال ولا قطاع خاص ولا شركه مالتي ناشونال، فده ممكن ياثر على السكوب اوف ورك. لو احنا مثلا بنتكلم على طب انت ازاي هتعمل فاليديشن وكنترول عشان السكوب ما يفتحش منك ويحصل عندك سكوب كريب زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه. برضو على حسب قدرتك على توصيف السكوب وقدرتك على تجميع الريكويرمنتس من الديفرنت ستيك هولدرز داخل المشروع، برضو دي هتختلف من مشروع لمشروع. يعني ممكن مثلا انت بتعمل مشروع تبع الهيئه الهندسيه وبالتالي بيبقى لها اشتراطات في استلام المخرجات، فانت لازم تلتزم بالاشتراطات بتاعتها والا هي مش هتتعاقد معاك، مش هتستلم منك على سبيل المثال المخرج او البروجكت بتاعك. فانت يعني فالحاجات دي كلها لازم تبقى انت واخد بالك منها وانت شغال في السكوب مانجمنت على سبيل المثال. نمسك بقى اول عمليه نتكلم عنها بالتفصيل. قبل ما ندخل في اول عمليه في بس يعني ديفينيشن برضو موجود في الكتاب، الفرق ما بين كلمه سكوب كريب وجولد بليت. احنا قلنا مع بعض كلمه سكوب كريب لو عندك ان كنترول سكوب، لو عندك السكوب نفسه مش عارف تعمل عليه كنترول وبالتالي الدنيا بتفتح منك وانت مش واخد بالك، فده بنسميه ايه؟ بنسميه كريب. كريب يعني ايه؟ يعني زحف النطاق. فلو انت عندك على سبيل المثال متفق مع العميل، دي بتظهر اكتر على فكره في حاجات السيرفيسز، يعني زي مثلا اديتكم مثال انا متفق معاكم على 40 ساعه تدريبيه ناخد مثلا كورس بروجكت مانجمنت نطلع منه بكذا حاجه، طب نتخيل في النص كده الطلبه يعني علاقتي بيهم طيبه، طب يا دكتور ما تشرح لنا مثلا بريمافيرا، طب يا دكتور ما نزود شويه حاجات مثلا في مايكروسوفت بروجكت حاجات ادفانسد، طب يا دكتور ما ناخد شويه حاجات اكتر في مثلا الريسك مانجمنت او في، وبالتالي فانت عمال الدنيا تفتح منك. وطبعا كل ما الاسئله بتزيد وكل ما الطلبات بتزيد كل ما عدد المحاضرات هيزيد، بدل ما احنا متفقين على 10 محاضرات 40 ساعه ممكن يبقى 11 محاضره 12 13 ديبينز. يعني عايز اقول لكم على سبيل المثال الكورس اللي لسه خلصان هم خدوا معايا 12 محاضره مش 10 محاضرات. الكورس بتاعكم غالبا برضو هيبقى زيه، عشان احنا كان المفترض ان اول محاضره نخلص 3 شابترز احنا خلصناهم في محاضرتين مش محاضره واحده، فاحنا اوريدي خدنا محاضره زياده. طب ايه المشكله لما ناخد محاضره زياده؟ المشكله ان عدد الساعات لما بيزيد التكلفه على المركز التدريبي سواء بقى اطعام محاضر او سواء يعني ايجار قاعات افتراضيه او سواء مصروفات هتدفع للجامعه بيزيد. فهو برضو عشان كده بنحاول قدر المستطاع نعمل كنترول للسكوب عشان خاطر احنا كمان الفيزابيلتي ستادي اللي كانوا عاملينها في البدايه في الكورس او يعني التظبيطه بتاعه الكورس كحسابات او كمواعيد او حتى كسكوب فورك تبقى ماشيه مع الخطه البلان بتاعتها دون الاخلال بالجوده. يعني نرجع مره ثانيه الجوده بالنسبه لنا اهم. فانا ممكن على سبيل المثال ادرس لطلبه والطلبه يكونوا اوريدي فاهمين او خدوا كورسات بي ام بي او فاهمين فالدنيا بتبقى سهله وبسيطه، او ممكن ادرس كورس لطلبه اول مره في حياتهم يسمعوا الكلام ده، فطبيعي ان احنا بنقعد نعيد ونزيد ونزود ونسال عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر معلومه توصل كامله للناس وفي نفس الوقت نغطي اي مواضع اسئله الطلبه بتسال عليها. ففي جميع الاحوال كلمه سكوب كريب معناها ان زحف النطاق، ان النطاق بيفتح اكتر ما انت عامل كنترول عليه، ودي بتبقى مشكله بروجكت مانجر في البدايه اللي هو مش عارف يوصف السكوب صح، مش عارف يحجم طلبات العميل. العميل من حقه يطلب، مش هنقول ما يطلبش، ولكن في حاله لو طلب حاجه وزين سكوب بننفذها له، طب لو طلب حاجه اوت اوف سكوب لا ستوب هنعمل تشينج ريكويست او طلب تغيير، والتشينج ريكويست هيتعرض على لجنه اسمها سي سي بي تشينج كنترول بورد. اللجنه دي اما هتوافق على التشينج ريكويست اما مش هتوافق، وده هيبقى قرار اللجنه مش قرار البروجكت مانجر. يعني البروجكت مانجر في الاخر بينفذ سياسه المكان، بينفذ اللي اتفقنا عليه، وبالتالي مش من حق مدير المشروع يدي حاجه زياده للعميل من غير ما يرجع للجنه او من غير ما يرجع للشركه. ودي على فكره مهمه جدا عشان اي تغيير في السكوب هيتبعه تغيير في الكوست وتغيير في السكادول كمان. فلو انتم فاكرين المثلث الذهبي اللي احنا اتكلمنا عنه في بدايه كلامنا لما قلنا انا عندي السكوب والمثلث ده لازم تخليه دايما قصاد عينك، بالذات لو انت شغال في مجال اداره المشروعات لازم تخليه دايما قصاد عينك المثلث ده اللي احنا زي ما اتفقنا مع بعض في البدايه. انا عندي سكوب وعندي
سكادول وعندي كوست. فلو السكوب فتح منك، لو السكوب فتح منك وانت مش عارف تعمل سكوب كنترول صحيح بالتوازي، الكوست ممكن يفتح منك، التكلفة بالتوازي السكادول ممكن يفتح منك، او ممكن يأثر على الكواليتي لو انت حاولت ما تزودش الكوست او ما تزودش الوقت ممكن يفتح معك في الكواليتي. يا تاني بقى، انا مثلا لو السكوب فتح مني لاي سبب، متخيل مثلا طلعت شاطر شوية وقلت العميل بص انا هديك شوية حاجات ببلاش من عندي، فالسكوب فتح منك شوية، ممكن على التوازي يفتح معاك السكادول، او ممكن على التوازي يفتح معاك الكوست. يعني دايما بحب نرسم الرسمة دي عشان انتوا واضحين، فممكن الكوست يفتح منك، او ممكن الاتنين مع بعض يفتحوا منك. ده لو انت مش عارف تعمل كنترول للسكوب صح. تخيل السكوب فتح منك من ناحيتين كمان، فتلاقي بالتبعية زي ما احنا شايفين اهو، ممكن المثلث نفسه يكبر معاك وتلاقي نفسك دافع فلوس اكتر وفي وقت اكتر في تسليم الاعمال. فهو دي النقطة اللي احنا لازم نقول عليها، هو دي معنى كلمة سكوب كريب. سكوب كريب ان النطاق بيفتح منك وانت مش واخد بالك. طب يعني ايه جولد بليتنج؟ جولد بليتنج معناه giving the customer more than what he asked for. يعني معنى صح، العميل كان طالب خمس حاجات، انت كمدير مشروع طلعت جدع شوية اديته ست حاجات، مع انه كان طالب خمسة ومتفق معه على خمسة ومحاسبه على خمسة. فبرضو يقول لك no gold plating، مدير المشروعات الشاطر ما يديش gold plating. مين اللي يدي gold plating؟ اللي يدي gold plating السيلز مش مدير المشروعات. يعني معنى صح، احنا اتفقنا على عشر حاجات هنسلم عشر حاجات، لا هنسلم تسعة ولا هسلم 11. طب مين اللي من حقه يدي العميل هدايا، يدي العميل giveaways او gifts او هدايا؟ مين؟ الراجل بتاع السيلز، مش المدير مشروع، ده مش دور مدير مشروع. فعشان جاي اقول لك ان مدير المشروع الشاطر no gold plating، مفيش حاجه اسمها ندي حاجه ببلاش، مفيش حاجه اسمها ندي حاجه فوق البيعه. مين اللي يعمل الكلام ده؟ بتاع السيلز، بتاع الماركتنج. واضحه؟ فده بس تو ديفينيشنز موجودين في الكتاب. سكوب كريب الكي وورد بتاعته uncontrolled سكوب، الجولد بليتنج معناه ان انت تدي العميل حاجه اكتر من اللي هو طالبها في البدايه. خلاص؟ طبعا بيتكلم ادي العميل حاجه فور فري، انت ممكن تدي العميل حاجه وتحاسبه عليها، يبقى انت كانك عملت تشينج السكوب وزودت الكوست او زودت التايم، يعني بناء على رد اللجنه اللي احنا سميناها السي سي بي. ولكن هي يقصد جيفنج العميل حاجه فور فري من غير ما هو يطلب، عشان انت جدع مع العميل. كل ده على عيني وعلى راسي، بس ده مش بروجكت مانجمنت، ده سيلز، ده كاستمر سيرفيس، ده ماركتنج، ده علاقات عامه بابليك ريليشنز، مش بروجكت مانجمنت. بروجكت مانجمنت معناه احنا اتفقنا على 10 حاجات هسلمك ال 10 حاجات. ندخل بقى في اول عمليه من العمليات بتاعتنا كلها، وركزوا معايا. العمليه اللي انا هقولها دي هتتكرر معانا مع كل نوليدج اريا، فركزوا معايا اول مره عشان نسهل علينا في الكل. بصوا معايا في كل نوليدج اريا، يعني بصوا معايا في كل نوليدج اريا اهي، كل نوليدج اريا فيما عدا الانتجريشن، يعني سيبكم من الانتجريشن، الانتجريشن سبيشال كيس، بس بصوا معايا كل النوليدج اريا فيما عدا الانتجريشن، يعني مثلا من اول السكوب لغايه الستيك هولدر كلهم بلا استثناء. بصوا معايا على البلاننج، هتلاقي اول عمليه في كل نوليدج اريا في مرحله البلاننج هي بلان واسم النوليدج اريا. طب ما تيجي نبص مع بعض اهو، بلان سكوب مانجمنت عشان انا في السكوب مانجمنت، بلان سكادول مانجمنت عشان انا في السكادول مانجمنت، بلان كوست مانجمنت عشان انا في الكوست مانجمنت، بلان كواليتي مانجمنت عشان انا في الكواليتي، وهكذا. فتلاقي اول عمليه زي ما انت شايف بلان واسم العمليه، بلان واسم النوليدج اريا، بلان واسم النوليدج اريا، كلهم بلا استثناء. فخدها قاعده عامه، اي نوليدج اريا من التسعه فيما عدا الانتجريشن، اي نوليدج اريا من التسعه اول عمليه في البلاننج بلان واسم النوليدج اريا، بلان سكوب مانجمنت، بلان سكادول مانجمنت، بلان كوست مانجمنت، بلان كواليتي مانجمنت، بلان ريسورس مانجمنت، وهكذا. شايفين؟ بلان واسم النوليدج اريا. واضحه شباب؟ فاحنا دلوقتي في اول واحده بلان سكوب مانجمنت، بعد كده ان شاء الله المحاضره الجايه هناخد بلان سكادول مانجمنت، المحاضره اللي بعديها بلان كوست مانجمنت، وهكذا. فتلاقي اول عمليه في كل نوليدج اريا في مرحله البلاننج بلان واسم النوليدج اريا. ممتاز. فنمسك مع بعض اول عمليه، خدها بقى قاعده عامه، اسم العمليه ايه؟ بلان واسم النوليدج اريا. طب المخرج بتاعها البلان نفسها، الخطه نفسها. يعني كلمه بلان اللي في الاول دي فيرب، كلمه بلان اللي في الاخر دي ناون. يعني ايه؟ يعني هنا كان بيقول له خطط،
هنا الخطه نفسها. فكلمه بلان اللي في الاول معناها يعني ميكينج ذا بلان، ميكينج ذا بلان او يعني الخطه نفسها، وضع الخطه، كانك بتديزاين البلان او كانك بتخطط. فهنا معناها بيخطط، هنا الخطه نفسها. فخدها قاعده عامه في كل اللي جاي، ان بنكتب بلان واسم النوليدج اريا، المخرج بتاعها بيبقى البلان نفسها زي ما انتم شايفين، المخرج هو البلان. حلو قوي. طب نبص مع بعض، بلان سكوب مانجمنت، الخطه نفسها سكوب مانجمنت بلان. طيب بلان سكوب مانجمنت ليها مجموعه من المدخلات، ليها مجموعه من التولز والتكنيكس، ليها مجموعه من المخرجات. اللي هيحصل معانا الفتره اللي جايه ايه؟ بصوا معايا، انا هيكون عندي في ماستر بلان اسمها بروجكت مانجمنت بلان، عندي هنا في ماستر بلان، الماستر بلان دي اسمها بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت بلان، دي الماستر بلان دي اللي احنا بنسميها الخطه الاساسيه. وفي عندي 9 نوليدج اريا تانيين، 9 نوليدج اريا تانيين، عندي نوليدج اريا اسمها سكوب، نوليدج اريا اسمها سكادوال، نوليدج اريا اسمها على سبيل المثال كوست، نوليدج اريا بروكيورمنت، نوليدج اريا ريسورسز، كواليتي، اللي هم التسعه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. كل واحده من التسعه دول هتطلع خطه. الخطه تتحط فين؟ تتحط في البروجكت مانجمنت بلان. يعني عندي مثلا بلان سكوب مانجمنت، هطلع ايه؟ هطلع سكوب مانجمنت بلان. السكوب مانجمنت بلان نفسها هحطها فين؟ هحطها في البروجكت مانجمنت بلان. كمان شويه هطلع مثلا بلان سكادوال مانجمنت، هطلع لي سكادوال مانجمنت بلان، احطها فين؟ احطها في الفولدر بتاع البروجكت مانجمنت بلان. نفس القصه كوست مانجمنت بلان، احطها في الفولدر بتاع بروجكت مانجمنت بلان. عندي مثلا كواليتي مانجمنت بلان، نفس القصه. عندي مثلا ريسورسز مانجمنت بلان، كوميونيكيشن مانجمنت بلان، وهكذا. فكل واحده من التسعه بتطلع لك بلان. البلان دي اعتبرها سبسيدري بلان، كانها خطه فرعيه او كانها مثلا سب بلان. طيب فكل واحده بتطلع لك سب بلان، السب بلان دول اجمعهم فين؟ اجمعهم في الفولدر اللي اسمه بروجكت مانجمنت بلان. طب ما تيجي نبص مع بعض كده، معلش انا هوقف الاسئله عشان بس النص تبقى واضحه. طب نبص مع بعض كده، انا هنا في العمليه اللي بعديها، ادي العمليه اهي، الكتاب دايما مع كل عمليه واخد رسمه زي كده، الرسمه دي بيسميها داتا فلو دياجرام. كل عمليه، كل عمليه في الكتاب 49 عمليه، الكتاب عامل لهم حاجه اسمها داتا فلو دياجرام. الداتا فلو دياجرام هتلاقيه في النص كاتب لك اسم العمليه، فاحنا دلوقتي بنتكلم على بلان سكوب مانجمنت، وفوقيها كاتب الكود، الكود بتاعها 5.1، 5 يعني الفصل الخامس، 1 يبقى اول عمليه في السكوب مانجمنت. طيب البلان سكوب مانجمنت بتاخد شويه مدخلات وبتطلع مخرج. المدخلات اللي داخله لي البروجكت تشارتر، الكواليتي مانجمنت بلان، والبروجكت لايف سايكل، والديفلوبمنت ابروتش، الاي اف والاو بي اي. المخرج اللي طالع من عندي السكوب مانجمنت بلان والريكويرمنتس مانجمنت بلان. طب ما نبص نفس الكلام ده في الرسمه، ادي الرسمه اهي، ادي البلان سكوب مانجمنت، داخل لي مدخل اسمه بروجكت تشارتر. طب ده جاي منين؟ جاي من العمليه ديفلوب بروجكت تشارتر. داخل عندي الكواليتي مانجمنت بلان والبروجكت لايف سايكل والديفلوبمنت ابروتش. طب دول جايين منين؟ جايين من الفولدر اللي اسمه بروجكت مانجمنت بلان. عندي الاي اف والاو بي اي اللي احنا لسه واخدينها في شابتر نمبر 2 المحاضره اللي فاتت في الفصل الثاني. الاي اف اللي هي الانتربرايز انفايرمنتال فاكتور، والاو بي اي اللي هي الاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس. دول جايين منين؟ جايين من الانتربرايز او الاورجنايزيشن. كل دول داخلين لي انبوتس. طب ايه المخرج اللي عندي؟ حاجتين، سكوب مانجمنت بلان وريكويرمنتس مانجمنت بلان. المخرج ده يروح فين؟ يروح للبروجكت مانجمنت بلان. فتاني بصوا معايا على الرسمه هنا، عندي هنا المخرج سكوب مانجمنت بلان وريكويرمنتس مانجمنت بلان، هيتحطوا فين؟ هيتحطوا في الفولدر بتاع البروجكت مانجمنت بلان. عندي هنا البروجكت تشارتر، طب ده جاي منين يا عم؟ جاي من العمليه 4.1، هتبقى في الانتجريشن لسه ما خدناهاش، اسمها ديفلوب بروجكت تشارتر. طيب ايه كمان؟ عندي فيه ثلاث حاجات جايين من البروجكت مانجمنت بلان. اهو ادي البروجكت مانجمنت بلان واخد منه ثلاث حاجات. عندي الاي اف والاو بي اي جايين من المؤسسه، الانتربرايز او الاورجنايزيشن. يعني بمعنى اصح نرجع للرسمه دي، انا عندي البروجكت مانجمنت بلان فيها شويه حاجات. فانا دلوقتي على سبيل المثال وانا بعمل العمليه اللي اسمها بلان سكوب مانجمنت، خدت حاجات من البروجكت مانجمنت بلان، خدتها معايا كمدخل
عشان اعرف اطلع ايه، عشان اعرف اطلع السكوب مانجمنت بلان. فده اللي حصل. يبقى هو في الاول كان عنده فولدر، الفولدر ده فتحه خد منه ثلاث حاجات، وبعد كده عمل البروسس اللي اسمها بلان سكوب مانجمنت، طلع لي في الاخر حاجتين خدهم وحطهم في نفس الفولدر. يعني البروجكت مانجمنت بلان داخله معايا كمدخل وبرضه خارجه معايا كمخرج. هي داخله معايا كمدخل عشان خدت منها ثلاث حاجات، وظهرك معايا كمخرج عشان حطيت فيها حاجتين، فهي ظاهره معاك في المدخلات وظاهره معاك في المخرجات، نفس الفولدر اللي هو البروجكت مانجمنت بلان. عشان نفهمها اكتر، زي ما قلت لكم انا عندي فولدر فيه حاجات كتيره، فانا خدت منه شويه حاجات اثناء ما انا اشتغلت ورجعت طلعت البروجكت مانجمنت بلان حطيتها فيه عشان تطلع معايا كمخرج. فاهمين يا شباب؟ حلو قوي. طيب نفهم بقى الموضوع بالتفصيل. هو طبعا البريك هيخلق، يعني هندخل في البريك دلوقتي، بس انا هديكم بس فكره بمنتهى التفصيل. انا عايز اطلع دلوقتي ايه؟ عايز اطلع خطه اداره نطاق اعمال المشروع وخطه تجميع المتطلبات او اداره المتطلبات. فانا عايز دلوقتي اطلع الخطه. لو انا سالت نفسي يعني ايه خطه، بمنتهى البساطه كلمه خطه معناها ازاي. لو انا عايز اشيل كلمه بلان احط بدالها كلمه هاو، ازاي. يبقى دايما بدل ما اقول لك خطه يبقى معناها ازاي. طيب انا عندي دلوقتي ست عمليات في السكوب مانجمنت، ست عمليات في السكوب مانجمنت. ايه هم الست عمليات اللي احنا شرحناهم من البدايه؟ اللي هم دول: بلان سكوب مانجمنت، كولكت ريكويرمنت، ديفاين سكوب، كريت دبليو بي اس، فاليديت سكوب، كنترول سكوب. فدايما اول واحده بتطلع لك البلان. يعني ايه البلان؟ البلان يعني هاو. يعني مثلا هاو تو كولكت ريكويرمنت، هتجمع ريكويرمنت ازاي؟ هاو تو ديفاين سكوب، ازاي هتعرف السكوب؟ هاو تو كريت دبليو بي اس، ازاي هتطلع الورك بريك داون ستراكشر؟ هاو تو فاليديت سكوب، هتعمل فاليديشن للسكوب ازاي؟ هاو تو كنترول سكوب، ازاي هتعمل كنترول للسكوب؟ فاول عمليه بتبقى هاو، ازاي. وبعد كده لما اجي اجمع الريكويرمنت ببص على البلان، لما اجي ديفاين السكوب ببص على البلان، لما اجي اكريت دبليو بي اس ببص على البلان. فاهمينها؟ اللي هي بتطلع لي في الاول اللي هي السكوب مانجمنت بلان. واضحه يا شباب؟ عشان كده زي ما انتم شايفين السكوب مانجمنت بلان بتطلع لك البلان اللي هتمشيك في كل اللي جاي. عشان كده دي اسمها بقى كلمه بلان او خطه. وده على فكره نفس الكلام ده هنكرره في كل النولج اريا اللي جايه. فانا عندي هنا بلان سكوب مانجمنت هتطلع لك الخطه. طب ايه المدخلات؟ انت عشان تطلع الخطه، عشان تطلع الخطه اللي هي السكوب مانجمنت بلان او ريكويرمنت مانجمنت بلان، ايه المدخلات اللي انت محتاج تاخدها؟ محتاج معاك البروجكت تشارتر، وثيقه المشروع. يعني ايه بروجكت تشارتر؟ قلناها قبل كده، ده عباره عن دوكيمنت بيمثل شهاده ميلاد المشروع، بيتكتب فيه الهاي ليفل ريكويرمنتس، بيتكتب فيه الهاي ليفل اوبجكتيفز، بيتكتب فيه انت بتعمل المشروع ده ليه. فعشان كده بنسميه بروجكت تشارتر، وثيقه المشروع. يبقى انا عشان اطلع السكوب مانجمنت بلان لازم في البدايه يبقى انا عارف هو ايه الهاي ليفل اوبجكتيفز، هو احنا عايزين المشروع ده ليه، هو احنا ايه هو الديسكريبشن بتاع المشروع الهاي ليفل بدون دخول في تفاصيل، ايه هي الاسامبشنز اللي لازم تؤخذ في الاعتبار وانت بتصيغ السكوب، ايه هي مثلا الريسكس الهاي ليفل ريسكس اللي لازم تؤخذ في الاعتبار وانت بتصيغ السكوب، وهكذا. فالستارتنج بوينت او اللي احنا بنسميها الستيتمنت اوف ورك اللي هي بدايه المشروع بتيجي من البروجكت تشارتر. فانا لازم ابقى انا عارف البروجكت تشارتر قال ايه عشان اعمل بلان. طيب بعد كده يبقى دي اول حاجه عرفناها البروجكت تشارتر. بعد كده الكواليتي مانجمنت بلان والبروجكت لايف سايكل ديسكريبشن والديفلوبمنت ابروتش، الثلاثه دول موجودين في البروجكت مانجمنت بلان، هنشرحهم بالتفصيل في وقتها. بس اللي احنا خدناه دلوقتي البروجكت لايف سايكل اللي احنا قلنا ادابتيف ولا بريدكتيف. فانت وانت برضو بتصيغ البلان سكوب مانجمنت السكوب مانجمنت بلان لازم تبقى عارف وانا شغال في ادابتيف ولا بريدكتيف انفايرمنت. الاي اف والاو بي اي شرحناها، اللي هي الحاجات الانكنترولبل والحاجات الكنترولبل، سواء الاو بي اي الاورجنايزيشنال جروس اسيت او الاي اف الانكنترولبل. هنطلع بريك، وبعد البريك بقى نكمل التولز والتكنيكس للبلان سكوب مانجمنت، وناخد كمان معانا الاوتبوتس. طيب الاسئله اللي هي بره نطاق السكوب هجاوب عليها في وقتها، مش عايز برضو الخبطكم.
يعني الاسئله اللي بره السكوب هنتكلم عنها في وقتها. يعني مثلا الزملاء بيسالوني على البادجت هنتكلم عنها في وقتها، ما تسالوش يعني يعني الميزانيه او البادجت هنتكلم عنها في وقتها. طيب هنطلع بريك، وبعد البريك برضو هفتح الاسئله وبعد كده نكمل الشرح بتاعنا ان شاء الله تعالى. شكرا ليكم يا شباب، ونطلع بريك. برضو هتكلم في النقطه دي باشمهندس اسماعيل، ال5 W's 2 H's اللي هي what where when why، و2 H's اللي هي how how much، هتكلم دي في وقتها بعد البريك ان شاء الله تعالى. طيب نطلع بريك.